اول رائد اعمال او حتى هن رح يسميهم بزنس اونرز اليوم لانه اصحاب شركات، رح يكون معنا انطونيوس رزق. انطونيوس رزق كمان رح يخبرنا عن شركته، عن مساره كبزنس اونر، ويجوبنا على الاسئله. صباح الطاقه انطونيوس. صباح الخير. كيف الطاقه؟ اوه بومبا. انطونيوس، للعالم اللي ما بيعرفوك، اذا فيك تخبرنا عنك وعن البزنس تبعك. اوكي جريت. انا انطونيوس رزق، بعتقد خلقت لكون انتربرينور لانه ما قدرت اتوظف ولا مره بحياتي، ما زبطت معي، يعني ما نجحت الخبريه. اكيد عندي ميول على السوشيال انتربرايزز اكثر، وعندي مشكله صغيره انه كل يوم بوعى عندي حل لبعض المشاكل اللي بنواجهها، وممكن تكون مؤسسه او بروجي لبزنس جديد. انا انتيرير اركيتكت، عندي شركه، شريك معي شخص اسمه بلانك وركشوب، واسسنا كمان بلانك كونتراكتنج سوا، ونشتغل ديزاين وكونتراكتنج مينلي. اسست شركه من 3 سنين اسمها XYZ Advanced Surveying، نعمل سيرفيينج ب 3D سكانر، وهلا فايتين بالفيلد بقوه بشيء اسمه ووك ثرو، فيرتشوال تورينج، وفيرتشوال على فيرتشوال، وفيرتشوال على شيء موجود. عم نخترع اشياء لذيذه. كمان فتت بفيلد الاجريكلتشر من وراء اللوك داون اللي صار اول مره، قررت انه فوت على الزراعه بس من الباب العريض. استاجرنا ارض وام كونكتد تو people that know in agriculture، وزرعنا حوالي 5000 شتلة بندورة. نشكر الله نجحت الخبرية، ورجعنا كمان أخذت lots of products، واشتغلت مع أمي، أسسنا شيء اسمه تتحني براند. عم نعمل إشياء رب وبندورة وتومات سيشي، وفت بهيدا الأجري فود كمان شوية صغيرة. كمان أنا أحب السبور يلي له علاقة بالأوتدور، فكمان فتت بشيء اسمه شير بولدرينج هاوس بجولمود بفيتروون. عملنا مثل بيت للبولدرينج للناس تجي وتقدر تتعلم هالأكتيفيتي اللذيذة، تقدر تشتغل على الصخور بعدين. وكمان شغلة حبيت فوت فيها من وراء غلى الألكول، قلنا استني بنعمل عرق، أنا أهلي بيعملوا عرق على الخفيف، فأنت قررت كمان فوت مع شريك ب كمية الكول كبيرة. فهلأ بعدنا بالبروسيسينج، بس حبيت كثير الخبرية، وممكن تصير شيء كبير. واللي صار معنا جمعة الماضية من وراء أندري بيبعت لي إيميل لذيذ، شاركنا بهاكاتون ببريدجز أوف سوليداريتي مع سايبروس، وربحنا. كانت الأيديا أنه نجرب نخلق شيء لبيروت، وب 72 ساعة أنا وجروب مهندسين أصحاب فتنا بالعملية وربحنا 5000 يورو. ميرسي أندري. وهلأ صرنا عم نأسس لشركة ممكن تكون سستينبل، وعم بيساعدونا كتير الإزاك وبي سايبروس كمان. هيدي هيك إن بريف شوية تحريتيب بنعملهم. مبروك أول شيء أنطونيوس، وهيدا هدفنا نحن عطول connecting entrepreneurs to opportunities، وبسط لألك وللفريق اللي اشتغل معك كمان. انطونيوس، وقت نحكي عن الحريه فريدم لا بزنس اونر، انت كيف بتشوف الحريه الفريدم؟ لك كلمه كثير كبيره، وما بعرف اذا بدي اروح بالفيلوسوفي. ما بتعني انه الواحد يكون قاعد وما يتجري فيها. انا بالعكس كون مور اكتف، واقدر اشتغل اشياء واخلق اشياء اكثر، هي الفريدم يلي انا اي سي. هي اذا بدك انا هيك لخصت خبريتي من وراء الفريدم وركشوب. صراحه استفدت كثير انه فكر بالخبريه، وانا كنت بفكر بقصص بالانس اكثر. فالفريدم اوف بينج ايبل تو بالانس بتوين هالقد اشياء هي يلي انا بدي اياها، يعني حريه التنقل او سويتشينج من مود لمود، من شغل لشغل، من سوشيال لورك. يعني هيدي الفريدم يلي انا بنبش عليها.
واكيد اكيد اكيد ما فيها تصير انك تعلق بتراب بمطرح ما از بزنس اونر، بتصير ما بتقدر تقدر تعطي وتلحق عليه. هيدا هو التراب اللي منقول وقتها البزنس اونر يصير موظف بشركته، ومنقول you have to work on your business not in your business، تشتغل على البزنس تبعك مش بالبزنس تبعك. اكيد هيدي مش بالاول، بالاول كنت تعمل الاثنين يمكن. فوقت اقول لك انطونيوس what's your main focus working on your business، اذا انت هلا عم تشتغل على شركتك، هل انت عم تشتغل كرمال تبيعها، تتوسع فيها، تنقلها لاشخاص للاداره او ليمكن second generation، او كرمال انت بس تاخذ حريتك وتكون قادر تعمل اشياء تانية بحياتك؟ ليك انا بقدر اقول all the above. يعني هي كتير حلو انك توصل، بس كتير صعب، كتير صعب لانه الـ type of delegation يلي بدك تلاقيه والـ people يلي بدك تلاقيه. انا بقدر اكد على اللي عم بتقوله انه انا بقيت فترة self-employed بشغلة و everything revolves around me. لا بعدين قلت لا انه عم بختنق، فبلشت نبش على the right people، وربنا وفقني والتقيت بكثير عالم كنت قادر اعطيهم يعني delegation. وكمان اتعلمت شغلي، لو مهما كان you will lose by delegating، بس at that percentage باللوس يلي بيصير عندك هون بدك ترجع تشوف trainings وتشوف coaches وتشوف people consultants يوقفوا حدك ويساعدوك تقدر تعرف. لأنه especially نحن بالcreativity zone البزنس ما منحبه، يعني ما منحب البزنس aspect of things، بدنا كل الوقت نكون مشعوطين وعم نخلق وعم ونرسم ولفي إبال. فهيدي عذبتني شوي، بس نشكر الله تعلمت انه I have to delegate لو عم بخسر منها شوي صغيرة. بعدين السكيلابيليتي بتعود، اكيد انا عندي ولدين وكثير عبالي to scale it up and to pass it on. My freedom I have it، نشكر الله. يعني كمان تعلمنا من وراء البانداميك شارلي انه كله بينطر، فبس you have to have an amazing way of communication. لانه ضروري تعمل a very good communication مع your clients your employees تقدر تقول لهم انه في عندنا مشكله we have to spam the time، بدنا نعمل delays، بدنا ما يصير في يعني unprofessional way of dealing وتخسر الكلاينتس تبع. Great Antonios, great insights. جيت على الفريدم وركشوب، كان بقلب الديسكريبشن تبع يوتيوب، قلته من بعد الوركشوب. تك سوري قطشت شوي الكونكشن، ما لحقت السؤال. يس كنت عم اقول بالفريدم وركشوب جيت حضرته، هو 3 ساعات، حطينا اللينك له باليوتيوب. شو اخذت انسايتس لك وشو في اكشنز عملتها من بعد الوركشوب؟ ايه عن جد انا كان كثير هيك اي اوبنر لكثير اشياء. اول شيء انا كنت متخيل انه الشركه يلي عم الشركه الاساسيه يلي هي بلانك، كنت مفكره انه الفاليو تبعها عاليه، لانه تيرن اوفر تبعنا وصل لمليونين دولار بالسنه. يعني كان شيء بالنسبه لي واو، انه كنت عم اقلع انا اشهر اخسر، فجاه وصلنا لمطرح سكيل بعتبر سكيل كثير كبير. اكتشفت انه بس البورتفوليو تبعنا مرتب وكبير، الفاليو تبع الشركه ما بتنباع من وراء الفريدم وركشوب. فقررت انه لا، ما معقول تيرن اوفر هالقد كبير بلا فاليو. فبلشت نبش على وين النقاط الضعف. اكتشفت انه نحن اور كاستمرز هن بيقطعوا مره بحياتنا، وما عندنا bundle of services أو bunch of services that are recurrent يلي بنقدر نرجع نبيعهم إياه هون لنفس الكوست. نحن بنعمل لهم مكاتب بمليون دولار وبتخلص العلاقة وبيعيشوا بمكتبهم أحلى عيشة. ف
طب بعدين انه لا هو العالم اكيد لازم يكون في stuff of services, bunch of services فينا نبيعهم. بل جربنا نفوت على maintenance service. هلا اكيد الحالة الاقتصادية بلبنان والعالم بطلت عايشة بمكاتبها أثرت كثير, بس برضو انا عم consistent ورايح لهوني. عم نخلق هلا او عارف I can disclose هذا الشيء, عم نخلق شيء لذيذ للمكاتب للموظفين تبعهم, نقدر نصير نبيعهم اياهم اتليست اونلاين وبي هالسيتويشن يلي نحن فيها. شغله ثانيه الديليجيشن والاكاونتينج والكاش فلو. كاش فلو كنا كمان نحن اد اتيكلي سبيكينج انه بندفع دغري حتى قبل ما نقبض اذا بدك. فلا انه ما عليه ethically speaking بدنا نطر شوي العالم السبلايرز تبعنا وبدنا نجرب نحصل مصرياتنا بطريقه اسرع. كنا ننطر انه ما عليه بركي بيدفع بعدين وما ادري شو. لا خلقنا accounting system وخلقنا انه دفع بس بيصير مثلا ثلاثة خميس مرتين بالشهر. القبض بده يكون فولو اب على مصرياتنا نروح نجيبهم باسرع وقت ممكن. فهيدول كانوا اول شغلتين واكثر شغلتين اثروا على انه شركتنا سيرفايف ذس هول يير يلي هي ترجعنا هلا رجعنا فتنا شوي عم نرجع نشتغل طبيعي. جريت انطونيوس ثانك يو. يعني هيك حمست بعتقد اشخاص يرجعوا يجوا يحضروا الفريدم ورك شوب. رح اطلب منك هيك كلمه اخر شيء لكل البزنس اونرز او انتربرينورز اللي عم يحضرونا. لك انا اكيد انه دائما في opportunities. بعتقد اللي بنتعلمه بالمدرسه ريانوس ترانسفورم, نجرب نلحق هالترانسفورميشن اللي عم بتصير وين عم بتكون وين المصاري كيف بتتحرك. يعني المصاري هي الجايد. واكيد زعلنا كثير مثلا على انفجار بيروت وعلى الناس اللي كثير تاثرت, بس كانت a very very big opportunity لكثير من العالم وانا واحد منهم. pursue your dreams دائما وعو اذا شفتوا حلم وحسيتوه قريب جيبوا عيطوا لكونسلتنت حطوه حدكم وبيخلي احلامكم تصير عن جد تتحقق professionally. وميرسي كثير اندري عن جد. يمكن ما عم نلتقى physically بس following you عم بيكون eye opener لكثير من الاشياء. وانا حبيت اكون اول واحد قد ما عن جد الفريدم وركشوب حسيت انه كثير فادني بمطرح من المطارح. انطونيوس ثانك يو. بنتمنى انه على طول نكون عم نعطيك فرص لك ولكل البزنس اونرز والانتربرينورز. بشكرك وبتمنى لك نهار كله طاقه. ولكم كمان.